رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة الاستثنائية، الفقرة اللي يمكن الواحد بيكون سعيد جدا لما بيلاقي ان في عقول مصرية شبابية قادرة على التغيير واقتحام مجالات، يمكن المجالات دي هي دلوقتي اللي في حالة التنافسية العالمية. امبارح اثناء افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات مصر الرقمية اتعرفنا خلال فعاليات الجلسة الحوارية على مجموعة من الشباب المشاركين في المبادرات اللي استفادوا من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في الحقيقة نماذج مشرفة، نماذج من شباب مصر قدرت خلال فترة قليلة جدا، وهنا بتكلم على فترة قليلة جدا لان هم اشتغلوا على نفسهم خلال الفترة الزمنية اللي تكاد تكون يعني لا شيء مقارنة بالانجازات اللي حققوها بعد كده، قدروا خلال الفترة دي ان هم يكون ليهم سوق عمل رقمي، سوق عمل يحقق أرباح كبيرة عن طريق الإنترنت، وكمان قدروا اللي هم بعد التدريب والتأهيل اللي خضعوا ليه يتوظفوا في أشهر وأهم الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا. خلونا نرحب ببعض النماذج دي اللي منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر، والحقيقه اللي احنا فخورين بوجودهم. بنتكلم ابانوب فوزي، مبرمج حر على منصات الانترنت. اهلا بك يا ابانوب. اهلا بك. كمان معانا سلمى ياسر، الطالبه بجامعه مصر للمعلوماتيه. صباح الخير يا سلمى. واخيرا معانا ميار عطويه، احدى المستفيدات من المبادره الرئاسيه بنات مصر الرقميه. اهلا بك يا سلمى. اهلا بك. طيب ابتدي معاك يا ابانوب، عاوز اعرف الاول، انت خلصت اعدادي ودخلت في احدى المدارس الخاصه بالتعليم التكنولوجي تحديدا، جبت كام في الثانويه في الاعداديه تحديدا؟ جبت 93.6. 93، يعني من الاوائل او من اصحاب المجاميع العاليه اللي تاهلك اللي انت تدخل مستريح ثانوي عام. بالظبط، النظره السائده لكل يعني او حلم لكل الطلاب اللي موجودين. ازاي قدرت بقى تغير الفكر اللي موجود عند البيت او المجتمع حواليك والبيئه المحيطه حواليك؟ لا انا مش هدخل ثانوي عام، انا هدخل مدرسه تكنولوجيه. اكيد كان في تحديات. كان في تحديات اكيد، يعني عشان ازاي اخش حاجه جديده محدش مثلا يعني محدش اتخرج منها لسه، تاني دفعه موجوده، يعني انا تاني دفعه، فصعب قوي ان حد لسه مبتدئ وكمان يعني خلص ثالثه اعدادي يقرر من دلوقتي هو هيتخصص في ايه. التخصص دايما بيكون في الجامعه بعد 3 سنين ثانوي، فده كان صعب بالنسبه لاهلي. لا نستنى 3 سنين، وانت بعد 3 سنين اكيد هتبقى عاقل اكتر تختار ايه، لكن دلوقتي لا ممكن نستنى شويه. قلت لهم لا انا عاقل وعايز اختار المجال ده عشان انا بحبه، وكان عندي فيه سابقه قبل كده ان انا دخلت في مجال الكورسات بتاع الروبوتات ودخلت مسابقه وخدت مركز اول، فانا عاجبني المجال وعايز اخش. بس قلت لهم كان في تخوفات الاول ولا مش لازم نخش دلوقتي، طب ما نستنى، طب ما نعمل حاجه جديده، ممكن نخش ثانوي عام احسن بكتير، احنا كلنا خريجين ثانوي عام فخليك معانا. لا قعدت يبقى في تحديات شويه، يبقى في لا احنا انا كنت فعلا قدمت في ثانوي عام وكنت خلاص مرتب نفسي، بس لما قدمت في استمارة الرغبات واتقبلت رحت الامتحانات بتاعت المدرسه وقدمت والانترفيو خلصته وقبلت المدرسه ودخلت فيها عشان انا حابب المجال واقنعت اهلي بكده. هنعرف ايه هو المجال وتخصصت فيه اكتر، بس هنسالكم اكتر عن كل حاجه. متحمسه قوي اعرف 93% ده انت كنت ساعتها بتفكر في ايه، لانه فكر بصراحه يحترم. نروح لسلمى بقى. سلمى انت عملتي حاجه مختلفه شويه وليكي رحله مع جامعه مصر المعلوماتيه، احكي لنا عن المناهج اللي بتدرسيها، ازاي جبتي كام في الاعداديه الاول، يعني ايه اللي خلاكي تاخدي الخطوه دي، فهمينا اكتر. هو انا كنت ثانويه عامه ادبي جايبه 74.4%. انا حبيت، انا كنت رافضه في الاول فكره ان انا اخش حاجه ليها علاقه بالارت اصلا، عشان كان في عندي اعتقاد اللي هو انا هتخرج مش هلاقي شغل بسهوله. فاول ما لقيت سمعت عن جامعه مصر المعلوماتيه لقيت انه هيبقى يعني انا بدرس ارت بس في نفس الوقت ديجيتال، فيبقى اللي هو فنون رقميه. فده يعني احنا دلوقتي العصر لغه العصر اللي منه بالظبط، فحسيت ان ده هيسهل لي اكتر ان انا الاقي فرص عمل حلوه. واما لقيت ان في جيم ديزاين اللي هو تصميم العاب، حسيت انه مجال مختلف عن بقيه الحاجات اللي هخشها، فهيبقى ده مديني اللي هو انا مختلفه عن غيري في ايه، فده هيخليني فعلا اللي هو الاقي شغل حلو متميزه كمان. بالظبط. طيب اروح لميار، انت خريجه اي جي ودخلتي احدى الجامعات الحكوميه جامعه عين شمس اعتقد. مظبوط. كنت في ايه في عين شمس الاول؟ يعني هنا في نقلة، انت من جامعة عين شمس ورحتي بعد كده تكنولوجي اكتر، كنت في ايه في عين شمس؟ كنت هندسة ميكاترونكس. ده
طيب ازاي استفدتي من مبادره زي بنات مصر الرقميه؟ يعني ايه اللي خلاكي اللي انت تكملي بقى تخصص وتعملي ماجستير في الماجستير بتاعك كان في الاول؟ كان في الروبوتكس. طيب ازاي بقى ابتديتي اللي انت تتخصصي اكتر؟ انا اتخرجت من عين شمس بتقدير عام امتياز مع مرتبه الشرف، فانا المفروض كنت يعني متخرجه مستنيه ان انا اشتغل على طول، لان انا حتى في الدراسه ما كنتش بس بذاكر وبهتم بدراستي، كنت بعمل انشطه تانية بجانب الدراسه، كنت بشترك في مسابقات عالميه في السيارات، كنا بنسافر وكانت الجامعه بتجيب يعني مراكز كويسه. لكن بعد ما اتخرجت قعدت ادور على شغل واستنيت كتير، يعني كان الموضوع فيه احباط. كان عندي هدف ان انا اشتغل في كذا شركه في مجال تخصصي، كان اشتغل ان انا يعني ان انا اشتغل في واحده فيهم، ده كان هدفي، بس للاسف ما كنتش بتوفق. فحسيت ان انا لا، انا لسه محتاجه اشتغل على نفسي، محتاجه أكثر. تاهيل بالظبط. فلما سمعت عن المبادره من التلفزيون عرفت ان هي بتقدم ماجستير مهني، الماجستير المهني ده بيركز اكتر على التطبيق، حسيت ان لا ده فعلا اللي انا محتاجاه، ده فعلا انا محتاجه ادرسه. فقدمت فيها من على الويب سايت والحمد لله اتقبلت. المبادره يعني فيها اربع محاور، بندرس فيها اربع محاور. اول واحد فيهم هو ماجستير مهني من جامعه عالميه، تاني حاجه شهادات عالميه من شركات مهمه، ثالث حاجه اللغه الانجليزيه درسنا فيها اربع مستويات، واخر حاجه شهادات من شركات عالميه في المهارات القياديه. ده خلاكي النهارده بتشتغلي سوفت وير انجينير في شركه كبيره صح؟ مظبوط. طيب انا بحب قوي قوي لما يعني اتكلم مع حد بيفتح كده المجال لغيره من الناس اللي بتتفرج علينا النهارده، اللي ممكن تقول لك ايه ده مفيش فرص عمل. زي ما انتوا قلتوا احنا بقينا كتير يعني، وموجود مننا كتير في كل حاجه، فلو انا مش هتميز في الحاجه اللي انا بعملها دي مش هلاقي فرصه عمل مميزه ليا تعيشني. زي ما كان الرئيس بيقول انه يعني ناخد السالاريز بتاعتنا تبقى زي ما احنا بنطمح وبنحلم والحاجات دي كلها، او مرتباتنا او الـ 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 الحاجه اللي داخله لنا، الاجور اللي داخله لنا. ابانوب انت مبرمج حر بالظبط وبتشتغل فريلانسر، فاحكي لنا عن انت بتعمل ايه بالظبط. انت اختصاص روبوتكس، ازاي بتقدر تعمل او ايه نوع البرامج اللي انت بتعملها؟ هل انت بتخصص في كودينج مثلا، بروجرامينج، تعمل ايه بالظبط، وازاي بتقدر انك تطلع منها دخل؟ في مواقع زي مثلا فريلانسر كتير موجودين، كان في موقع اسمه خمسات، ابورك، في مواقع كتير جدا. فانا لما اخش على موقع زي ده واعرض خدماتي او انا بعرف اعمل ايه، السكيلز اللي عندي كلها، المهارات اللي عندي، فانا لما بعرضها حد مثلا يجي يطلب مني تاسك انا عايز برنامج كذا، فانا اعمله له بالكودنج بايثون مثلا او لغات برمجه كتير زيهم زي سي بلس بلس مثلا، دي لغات برمجه انا بعمل له اللي هو عايزه مقابل مادي كشغل عادي، بس شغال من البيت يعني انا ما بنزلش من البيت، شغله كله من البيت وعلى اللابتوب. فدي هي اللي المدرسه ساعدتني ان انا ابني كمان لغات برمجه تساعدني في الشغل ده، وانا كمان انستراكتور في بيجان الاكاديميه اللي انا فيها اللي كانت علم الروبوتات، كنت طالب فيها الاول دلوقتي بقيت محاضر فيها. هايل. يعني فكره انت بتطور من نفسك بسرعه. اكيد. طيب اروح لك يا سلمى، انت يمكن دخلتي جامعه تكنولوجيه، جنبك نموذج مختلف ابانوب اللي قرر ان هو لا انا مش هدخل جامعه، يعني مش هدخل ثانوي عام، لا انا هدخل ثانوي او اللي هو مدارس تكنولوجيا معلوماتيه ومن ثم اتخصص اكتر واكبر اكتر، لان انا مش هدرس مواد تخليني ان انا ملهاش قيمه بعد كده عشان انا عارف انا عاوز ايه. هل انت لو كانت اتيحت لك الفرصه من البدايه ما كنتش دخلتي يعني ثانوي عام ودخلتي فكره المدارس التكنولوجيا التطبيقيه الاول؟ طبعا كنت. كانت هتفرق معاكي في ايه بقى؟ كانت هتفرق معايا في ان انا ثانوي عام انا بدرس حاجات انا مش هستفيد بيها بعد كده، او يعني انا مش ده المجال اللي انا عايزاه، او مش الحاجه اللي انا عايزه ادرسها بعدين. فلو كنت اتيحت ليا الفرصه ان انا كنت اخش مدرسه كده، كنت اخشها من غير ما افكر مرتين اصلا. كان هيفني اكتر في اللي انا بعمله، هبقى انا داخله فاهمه. يعني انا كانت مشكله مواجهاني اول ما دخلت ان انا ما كنتش عارفه اللي هو الابلكيشنز اللي بنشتغل عليها قوي. انا اعتقد اصلا ان في ثانوي ما فيش حاجه ليها علاقه بتصميم الالعاب مثلا، فانت كل المواد اللي انت درستيها مش عايز اقول ليس لها قيمه، لان ما فيش حاجه بتدرس ما لهاش قيمه، او ده علم في الاول، بس ضيعتي وقت وانت عارفه هدفك فين في الاول. بالظبط. صح؟ طيب
ايه اللي انت هتضيفيه بقى او ايه هو مجال اصلا تصميم الالعاب؟ اوكي تصميم الالعاب ده اللي هو مثلا انا هو سورس اوف انترتينمنت، يعني انا بعمل فيديو جيمز، مثلا فيديو جيمز بتتلعب دلوقتي ببجي فورتنايت الحاجات دي. انا مثلا بعمل كاركتر ديزاين، الكاركترز بتاعت كل اللعبه يعني بتاعت اللعبه نفسها انا اللي بعملها وبرسمها. السيتنج بتاع الجيم اللي هو مثلا البيوت، المكان اللي الكاركتر ده بينزل فيه، غير طبعا اللي هو ده 3 دي جيم ديزاين. في اللي هو 2 دي زي مثلا كاندي كراش، زي اللي هو سبواي سيرفر، كل الالعاب دي. فاحنا اللي بنعمل الديزاين بتاع اللعبه، بناخد بروجرامنج شويه يعني، بس البيزكس بس، وبس طبعا في البرمجه بنبقى محتاجين ناس من اللي هو كمبيوتر ساينس هو اللي يساعدونا اكتر في الحته دي. بس انت بتدي التصميم في الاخر لمبرمج، المبرمج هو اللي بيحول التصميم ده للحركه بالظبط، او للديزاين اللي انت خرجتيه في الاخر بالظبط. طيب ميار، انا صحي لي لو انا غلطانه، انت بتشتغلي في شركه سوفت ويرز ليها علاقه بالعربيات؟ مظبوط. طيب المجال ده مطلوب جدا بره، يعني في ألمانيا بالذات، يعني ده من أكبر التايتلز اللي الناس في الحقيقة بيسافروا لها عشان يتعلموا بره، عشان يدرسوا حاجة زي دي، وما شاء الله بيبقى تايتل حلو جدا بعائد مادي كويس جدا والحاجات دي كلها. أنت اكتسبتي أو إيه اللي خليكي تفكري في التخصص ده بأنك موجودة في مصر؟ عرفتي منين أنه موجود أصلا؟ لأنه اللي أنا أعرفه يعني أو على جيلي أنا كانوا بيسافروا له، فإزاي عرفتي أنه موجود هنا في مصر دلوقتي؟ و ايه اللي محتاجه عشان سوق العمل عشان يبقى تقدري تشتغلي في التايتل ده؟ هو انا في الاول كنت متخرجه من ميكاترونكس زي ما قلت، وكان التخصص بتاعي في الماجستير روبوتكس، فانا مهتمه بالمجال ده، مهتمه يعني بمجال السيارات ذاتيه القياده يعني بالاخص. فانا كنت بحاول دايما اخش تخصصات تؤهلني ان انا في وقت ما في حياتي اقدر ان انا ابقى بشتغل في مشروع بهذا الحجم مثلا في حتى في مصر، يعني ان هو يقدر المجال ده يدخل في مصر في يوم من الايام. المجال بتاع البرامج المدمجه للسيارات موجود في يعني بره مصر بشكل منتشر جدا زي ما حضرتك قلتي، وبقى موجود كمان في مصر، بقى كمان منتشر في مصر حاليا. يعني خلينا نفهم الناس اكتر ايه هو يعني ايه البرامج المدمجه للسيارات. ده السوفت ويرز او البرامج اللي بتتحط في العربيه علشان العربيه تعمل اي حاجه بتحتاج البرامج دي. زي مثلا احنا لما بنيجي نركن بنسمع صوت، يعني لما بنيجي نركن مثلا نرجع بالظبط بنسمع صوت واحنا بنرجع بالعربيه لورا. الصوت ده عشان يطلع لازم برنامج مدمج عشان يعمله. مثلا واحنا ماشيين بالعربيه ممكن نشوف على الشاشه صوره العربيه من فوق. الحقيقه ما فيش كاميرا بتجيب العربيه من فوق، هي كاميرات حوالين العربيه بندمج صورها كلها مع بعضها فبتهيئ لنا ان احنا شايفينها من فوق. كل ده بيحتاج برامج مدمجه عشان يبقى موجود. ايه اللي محتاجه التايتل ده؟ يعني انت عشان تتخرجي من الكليه دي وتشتغلي في البوزيشن ده، ايه اللي محتاجه تبقي دارسه اكتر؟ يعني انت اتكلمتي عن انك طورتي من نفسك بعد الماسترز، يعني لو انت هتنصحي حد بيتفرج علينا عايز يشتغل في المجال ده يعمل ايه ويشتغل على نفسه ازاي؟ يذاكر كتير، يعني السورسز او الحاجات اللي ممكن يذاكر منها موجوده على الانترنت بطريقه كتير جدا، يعني في كمان بالعربي، يعني محاضرين وناس مصريين بينزلوا ببلاش برامج كتير على الانترنت يقدروا هما يدخلوا يذاكروا منها. المنحه مثلا او الماجستير اللي انا كنت فيه ده كان بيركز برضو على السوفت وير، سواء للبرامج المدمجه او للكنترول او للذكاء الاصطناعي، كل الحاجات دي بتساعد يعني بتفتح مجالات. طيب نروح لبنوب، عاوزين نعرف ايه اللي بيفرق. طب مبرمج حر، ايه الفرق ما بين المبرمج الحر والمبرمج اللي بيعمل في احدى الشركات؟ كذا حاجة، يعني أولها مثلا أنا ما بضطرش أنزل للشغل كل يوم الصبح رايح شركة أشتغل كموظف، لا أنا بشتغل من البيت عادي، أقدر أعمل يعني مثلا لو أنا عايز أقوم أشرب أرجع أروح أشرب وأرجع تاني أكمل شغلي عادي، مفيش مشكلة، مش محتاج إن أنا أفضل قاعد في المكتب 24 ساعة هناك وفي الآخر أرجع تاني البيت، لا بشتغل من البيت. حاجة تانية برضو إن أنا ممكن أشتغل حاجة اسمها بار تايم، يعني ما بشتغلش كلهم وقت ورا بعضه، ممكن أشتغل ساعتين وبعد كده اقعد فاضي عندي بريك بعدها ساعتين تاني بعدها فاضي، على حسب التاسك بياخد مده قد ايه. يعني انا بقول للعميل اللي قدامي تاسكه مدته يومين ثلاثه فانا بقى براحتي، المهم اخلصه له التسليم يومين ثلاثه. اما البعض بيقول لك انا النهارده لا انا هشتغل مبرمج في احدى الشركات على الاقل هضمن انكم او دخل ثابت اخر الشهر، عكس ما انا اشتغل مبرمج حر،
ايه اللي بيفرق الاثنين من حيث الدخل؟ مبرمج حر يعني هو من غير حيث الدخل، اولا كده كده الشركات اللي هو هيروح يشتغل فيها بره هي دلوقتي بتشغل ناس عندها للعمل الحر وبيبقى موظف وبعقد بس بيشتغل من البيت. العمل الحر مش اللي هو ان انا بقدم خدماتي وحد يطلب مني خدمه، انا ممكن ابقى موظف لشركه بس من انا قاعد في البيت مش محتاج حتى اروح للشركه بتاعتها. ومن حيث الدخل، الدخل ساعات بيبقى ثابت لان هو العمل بتاعكم هو عمل قائم على الانتاج. انت بتقول له التاسك دي انا هسلمها لك خلال 3 ايام، التلات ايام دول انت ممكن تكون مواصل الليل بالنهار فيهم عشان تخرج نفس التاسك في النهايه، لكن في شركه انت ممكن التاسك دي هي تشتغل عليها شهر عشان انا بشتغل بمواعيد عمل رسميه بقعد 3 ساعات او 4 ساعات. بالظبط ده الفرق. ده الفرق. والانكم كمان في المجال بتاعنا مثلا بيكون ثابت. ليه؟ الطلب على المجال ده كتير جدا، يعني الناس اللي تطلب لان المجال ده كتير بشكل مهول. ما خلاص هي الابلكيشن موبايل وغيرها من البرمجه هي لغه العصر يعني هم طالبين ناس كتير، فلما بيلاقوا حد بيمسكوا فيه جدا لا عايزينك تشتغل معانا. سلمى اتكلمتي انك بتعملي ديزايننج لكاركترز، خلينا نقول زي لو العاب او 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 الديزايننج للحاجات دي محتاجه كمبيوتر متخصص، مش كمبيوتر زي اللي احنا بنستخدمه عادي. الكمبيوتر ده في الحقيقه مكلف جدا، اسعاره بتوصل اللي انا كنت عارفاه اسعار مهوله. هل الجامعه بتوفر لكم اللابتوبس دي والاكويبمنت دي او الادوات والاجهزه اللي انتم بتبقوا محتاجينها عشان تعملوا الشغل ده وتتعلموا فيه، واستفدتي ازاي من الجامعه؟ عايزه اعرف. اوكي، احنا الجامعه فعلا مجهزه لنا ماك لاب اصلا على اعلى مستوى. ماك لاب يس. وعلى اعلى مستوى حلو جدا، وجايبين لنا واكمز وكل واحد ليه الجهاز بتاعه. وهما مدينا مثلا في البيت عشان برضو في اساينمنتس، فبيدونا مثلا هو الحاجه هتبقى مكلفه شويه بس على الاقل يعني اقل حاجه عشان هو ما يبقاش برضو حاجه مكلفه بزياده. بس شغلنا اكتر بيبقى هو في الجامعه، والدكاتره فعلا اي حاجه احنا عايزينها او حاجه مش فاهمينها هم فعلا بيساعدونا. يعني انا من اول سنه ودلوقتي بعرف اشتغل على ابلكيشنز وبشتغل فعلا حلو. ابلكيشنز انا كنت داخله انا ما اعرفش عنها اي حاجه ولا اعرف اسميها اصلا. وكنت خايفه في الاول قبل ما اخش الجامعه ان انا ابقى مثلا انا زمايلي عارفين في الابلكيشنز دي وانا لا انا دخلت ودلوقتي بقيت اشتغل وممكن اساعد كمان اللي جنبي كل حاجه. والدكاتره فعلا يعني اي معلومه عندهم مش يعني بيقولوها لنا، ما مش بيخبوها علينا. هي انتوا عددكم في الجامعه يعني كتير قليل في المحاضره نفسها في الهول بتبقوا كتير قليلين؟ كويس. لا احنا قليلين عشان برضو يعني احنا مثلا في المحاضره احنا دلوقتي 18 حد في اللكشر بس. وده بيتيح للدكاتره ان هم يقفوا مع كل واحد ويدوا له بالظبط، يدوا له على يعني قد حقه بالظبط. وكمان عندنا اللي هو معيدين فبيساعدونا، ففعلا بيعملوا حلو جدا. طيب ميار، يمكن انت قلتي اللي انت استفدتي من مبادره بنات مصر الرقميه المبادره الرئاسيه في فكره تطوير نفسك، وعجبني قوي فكره الصراحه مع النفس والذات اللي انت قلتي اللي انا بمجرد ما اتخرجت من الجامعه بحثت عن اكثر من فرصه عمل لقيت نفسي غير مؤهله، وكانت المبادره دي بمثابه تاهيل حقيقي ليكي، والحمد لله يعني اللهم لا حسد اشتغلتي في كبرى الشركات المتخصصه في برمجه السيارات. شايفه نفسك فين؟ مش بقاش سؤال الانترفيو كمان 5 سنين والكلام ده، لا شايفه نفسك فين الفتره اللي جايه؟ لان انا عارف ان المجال بتاعكم هو مجال لا نهايه، ملوش نهايه، كل يوم في جديد. فلو انت مش بتطور عن نفسك، انا النهارده اشتغلت بس ما عملتش ابديت سريع لنفسي مش هقدر اواكب المتغيرات اللي موجوده في المجال ده، فبالتالي خلاص النهارده بقيت ظاهره بكره اختفيت. فانت ازاي بتطوري نفسك مع شغلك؟ انا دايما يعني ببقى اب تو ديت او دايما بدور على ايه الكورسات الجديده اللي تكون موجوده، ايه مثلا المنح اللي بتقدم. وزاره الاتصالات حاليا بتعمل منح كتيره قوي يعني حقيقي مفيده جدا. الحكومه؟ اه فعلا؟ اه يعني ما هي دي بس اللي احنا عاوزين نرد، لان الناس بتقول لك لا احنا الدوله ما بتؤهلش الطلبه، ففعلا وزاره الاتصالات هي اللي بتاهل لده. يعني المبادره اللي انا اتخرجت منها دي 100% مدعمه من وزاره الاتصالات. احنا ما دفعناش اي حاجه يعني من الماجستير لكل الشهادات، حتى الناس اللي كانوا مغتربين من محافظات كانوا بيقيموا في حرم جامعي الوزاره موفراه من غير اي مقابل. فلا الحقيقه ان هم بيوفروا كورسات بيساعدوا الناس، اللي عايز يتعلم هيلاقي حاجه يتعلم منها.
طيب ابا نوب، يعني انت كان في بينك وبين اهلك في الاول كده مناقشات انه انا عايزه ادخل يعني جامعه يمكن فنيه شويه، هم لا ليه ده انت جايب مجموع؟ وفي الحقيقه 93% برضه تفكير يعني تفكير منطقي، يعني اي اهل هيشوفوا كده. لو النهارده في اهالي بيتفرجوا علينا عندهم نفس الكيس بتاعتك، عندهم نفس الحاله بتاعتك، لكن الابن مش عارف يوصل المعلومه بالطريقه اللي انت يمكن وصلتها، تقول لهم ايه؟ يعني تقول لهم الفرص موجوده فين دلوقتي؟ الفرص بقت موجودة في كل حتة، يعني عملوا مدارس لكل تخصص من أول الثانوي عشان يلحق يواكب سوق العمل. يعني احنا متأخرين شوية هنا عن سوق العمل، فلا هنبدأ من ثانوي، ممكن كمان عاملين مبادرة أشبال مصر عشان يبدأ من كمان إعدادي، من سن إعدادي إنه يبدأ يديلهم التخصصات كلها بما فيها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، علم الروبوتات، عشان لما يخلص مثلا ثانوي او يخلص اعدادي يكون واكب سوق العمل، ممكن من ثالثه اعدادي ينزل سوق العمل عادي طبيعي جدا. فالحلو ان هم لو يعني ابنه حابب المجال ونفسه كده يعني يخش المجال ده، لا يدعمه ويدخله. يعني انا لما دخلت المدرسه ادي اول سنه هي خلصتها، طلع ثالث على المدرسه. سلمى نروح لنفس السؤال، ايه اللي انت توجهيه لكل اب وكل ام شايفه ان ابني لازم يكون دكتور ولازم يكون مهندس او يعني في احدى كليات القمه وياخد السلك النمطي التقليدي اللي كلنا تربينا عليه في وقت من الاوقات، تنصحيهم بيه؟ هو يعني عادي ان انا اكون مختلفه عن الناس، اصل دلوقتي هبقى ماشي هبقى دكتور هبقى مهندس، طب ما افرض انا مش حابب المجال اللي انا فيه. اللي بيخلي الشخص ينجح عموما بيبقى عشان هو حابب اللي هو بيشتغله، ففعلا بيجي فيه وفعلا بيبذل مجهود في اللي هو بيعمله. طب انا لو انا دلوقتي اوكي جبت مجموعه اللي انا اخش طب، بس انا مش حابه طب وحاسه نفسي اكتر في مجال مثلا هو ديجيتال ارتس، انا لو دخلت ديجيتال ارتس هجيب فيها وهكسب اكتر من اما مثلا لو دخلت طب وانا مش حباه. ما يا رنتي قلقانه جدا من السؤال اللي جاي. طب انا هندسه هعمل انا ايه دلوقتي؟ لا انت اشتغلتي على نفسك وفكرتي في مبادرات مختلفه، عملتي ماجستير ومن بعدها حسيتي انه برضو لسه مش كفايه، عايزه تطوري من نفسك اكتر عشان تبقي مميزه اكتر واكتر في اللي انت بتعمليه، وما شاء الله حاجه تشرف في الحقيقه. تنصحي بايه الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عشان يكونوا مؤهلين ان هم يشتغلوا في تايتلز خلينا نقول مش منتشره قوي عندنا في مصر او عالمنا العربي، يعملوا حاجه مختلفه، تقول لهم ايه؟ اول حاجه ما يحبطوش، يعني لو هم اشتغلوا وحاولوا وذاكروا وما وصلوش يدوروا تاني، يعني لو هم عندهم نيه اكيد هيلاقوا طريقه. لازم يدوروا ويشتغلوا على نفسهم في المجال اللي هم عايزينه ويحطوا هدف وما يوقفوش لحد ما يوصلوا له، لان كل واحد مكتوب له الحاجة اللي هو هيوصلها في وقت ما. صحيح. وعلشان يوصلها لازم ياخد حاجات في الطريق. فهو لازم ما يبطلوش سعي لحد ما يوصلوا الحاجة اللي هم عايزينها. انتوا عمركم ايه بقى يا جماعة؟ معلش ابا نوب عندك كام؟ 16 سنة. 16؟ ما شاء الله. سلمى 18. 25. ميار 25. يعني ابا نوب وسلمى وميار في الحقيقة أنا فخور بوجودكم معانا النهارده، وحلقة يمكن من أسعد الحلقات اللي أنا عملتها في صباح الخير يا مصر، إن أنا أشوف ثلاث نماذج قرروا اللي هم يصنعوا ذاتهم بنفسهم بعلمهم بفكرهم بتطويرهم لنفسهم، فكر مختلف حقيقي زي ما قالت سلمى. ويمكن وجودكم النهارده هو يعني أقل تكريم نقدر إن إحنا نعمله معاكم علشان خاطر شغلكم على نفسكم، ورسالة رسالة لكل أب وكل أم مصرية، مفيش حاجة اسمها كلية قمة، هؤلاء صنعوا من أماكنهم قمة لنفسهم، وهي دي الرسالة الحقيقية، أنت اللي بتصنع القمة أيا مكان مكانك وأيا مكان موقعك. وداعا للفكر التقليدي، افتحوا واطلقوا العنان لأبنائكم علشان خاطر يدوروا ويفتشوا جواهم هم عاوزين يبقوا إيه ويتخصصوا في إيه، ومن ده يصنعوا لنفسهم القمة. بنشكركم على وجودكم معانا في صباح الخير يا مصر. طيب ميار انتي أخيرا بس كنت عايزة تقولي حاجة سريعا جدا. أنا كنت عايزة أقول بس إن التسجيل مفتوح دلوقتي في المبادرة، ممكن الناس تسجل من على الويب سايت اللي هو www.davy.gov.eg. هايل، شكرا ليك يا ميار، احنا مبسوطين ويا رب تكونوا انتوا كمان انبسطتوا معانا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح لحضراتكم صباح الخير يا مصر.